لازم نشوفوا كان استاد نيلسون مانديلا واستاد لافيجري المحمديه. بصح الكلوب دوك عنده اوبجيكتيف تاع الطلعه. تلعب في لونسيون مانديلا صافي تعطي حظوظ اكثر للمنافس تاعك، تعطي له حظوظ تاع 50%. قادر دير تتعادل، قادر تخسر، كم قادر تربح. احنا نلعبوا الصعود لازم نلعبوا في استادنا. عندنا لي روبير تاعنا، عندنا الجمهور تاعنا قريب للاخر. مالقي الله غالب اللي تواصلت مع الاداره شيخ. نعم تواصلت مع اداره ملعب نيلسون مانديلا مع وزاره الشباب والرياضه. شوف احنا كي نطلعوا من الاموال ما نهدروش. احنا كي نطلعوا كيما نقول لك نورمالمون سي هذاك استاد نتاع الحراش بلا نقاش جاي في المحيط نتاع الحراش. ماشي بالراقي، جاي الحراش. دونك هذاك استاد هذاك حنا يوان منه دان يعاوننا في حاجه تان. انا كقادرين دوك مخصوصين اموال نلعب في استاد مونديلا، على بالك باللي الحراش تعمروا هذاك كل نلعبوا مع الاخر تعمروا. عندنا كما نقول قاعده جماهيريه الله يبارك. يتعمر استاد وبالك ما يكفيش. مي احنا نشوفوا الكوتي ايجابي نتاع واش راح يجيب لنا هذاك. لا يجيب لنا دراهم بصح بالك نخسروا البطوله. انا نلعب في المحمديه هذا العام والعام الجاي ان شاء الله إلا كتب ربي وكنا في ناسيوناليون نلعبوا في نيلسون مانديلا باش نرضيو الجمهور تاعنا ويكونوا في ارتياحيه كي يجي الاستاد. ديجا ميتاليين الحمد لله، وينام يروحوا راهم ميتاليين. كما قلت لازم تشوف الحافه والاستقبال نتاع في جيجل، في عنابه، في باتنا، كانت تلاحم انا نقول لك كبير. باختصار الحمد لله. باختصار في هذا السؤال ثم يضيف لك امير او المجال المفتوح للمناقشه، تكلمت بثقه على ملعب نيلسون مانديلا الموسم المقبل، تلقيت وعود وضمانات انكم في حاله تاهل وصعود الى القسم الاول راح تلعبوا في ملعب نيلسون مانديلا، تلقيت ضمانات او وعود؟ مازال ما كاينش ضمانات، بصح اسكل المولوديه ولا ليسما ولا سيري عندهم ضمانات، ما عندهمش ضمانات، هي لا بروغراماسيون تماك. ما كاش ابار هذاك. اما اذا ما عندك